يعني تبي تجذبون مثلا اسمه حرف اسمه بالعربي بالانجليزي بالتركي اللي بده اياه، وصورته اولاده كلها قد يكون يعني بالحنجوره. يعني يوم وانا مر بهذا الشارع استوقفني هذا الفن، اللي الفن القديم هو الرسم بالرمل، يعني فن كتير رائع ما كنت متوقع انه انا اشوفه بمحافظة ادلب من جديد. يعني مثل هيك فن بعتقد انه بده رياحة بال، بده امان بظروف الحرب اللي نحن عم نمر فيها، وشوف هيك فن هذا شيء يعني كتير كتير كويس. معي سنة من 15 سنة 16 سنة برسم على الرمل وعلى بذرة بعد التمر والصدف والخشب وتغلات سحب مع سحب في مناطق تدمر سياحية أثرية، وتغنى الحمد لله رب العالمين. هذا الشيء نحن ما كنا شايفينه ولا شفناه قبل بإدلب، يعني شيء رائع، شيء رجعنا للماضي، يعني شيء بتحس في برسم رسمي بالرمل، يعني في العاب فيها تراث قديم فعلا، يعني بتحس حالك شيء يعني شيء رائع، شيء تراث.